الحمد لله حمدا يزكو جديده ولا يحصى عديده. الحمد لله حمدا دائما لا ينفد أبدا. الحمد لله حمدا لا ينتهي مددا. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله خالق كل موجود ومفيض الخير والجود على كل قاص من خلقه ودان. الحمد لله على ما أسال من وابن الآلاء وأزال من وبين اللأواء وأسبل من جميل الغطاء وأمال علينا من كفيل الإحسان. الحمد لله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا، المتعالي بعظمته ومجده، الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله المتوحد بالألوهية والبقاء والعز والكبرياء، وسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، سبحان الجبار الذي لا يرام، العزيز الذي لا يضام، القيوم الذي لا ينام، ما قام مخلوق بحقه، المولي بفضله على جميع خلقه، سبحان من خضعت له الرقاب، سبحان من ذلت لجبروته الصعاب، سبحان من لانت لقدرته الشدائد الصلاب، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. وصدق الله وصدق الله الكبير المتعال. صدق من تشبه عن الأمثال، صدق من تنزه عن الأمثال، صدق من لم يزل جليلا، صدق من حسبنا به كفيلا، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. وصلى الله وسلم على نبينا وسيدنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله ونبيه وصفيه ووليه ونجيه ورضيه وخيرته من خلقه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد الذي أرشدنا إليك ودلنا عليك وهدانا إليك. نشهد بين يديك أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما لا وصلاة وسلاما دائمين ممتدين متلازمين إلى يوم الدين. اللهم لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة. اللهم لك الحمد على تتابع إحسانك وترادف امتنانك، ولك الحمد على ما يسرته من صيام رمضان وقيامه وتلاوة كتابك العزيز الذي رفعت مكانه وأيدت سلطانه وبينت برهانه، وقلت يا أعز من قائل سبحانه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. محكم البيان، ظاهر البرهان، محروس من الزيادة والنقصان، فيه وعد ووعيد وتخويف وتهديد، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا
ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده، ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه، ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى. اللهم اهدنا لأخلاق القرآن، اللهم اهدنا لأخلاق القرآن، اللهم أدبنا بأدب القرآن، اللهم ارزقنا بركة القرآن وهدى القرآن ونور القرآن، وأغننا بالقرآن واكفنا بالقرآن واشفنا بالقرآن وارحمنا بالقرآن وانفعنا بالقرآن وارفعنا بالقرآن ونور بصائرنا وأبصارنا بالقرآن يا كريم يا منان. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء، ولأبصارنا جلاء، ولأسقامنا دواء، ولذنوبنا ممحصا، وعن النار مخلصا. اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل، وأسبغ علينا به النعم، وادفع عنا به النقم، واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين، وعند النعماء من الشاكرين، وعند البلاء من الصابرين. ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين. اللهم لا تجعل القرآن بنا ماحلا، ولا الصراط عنا، ولا الصراط بنا زائلا، ولا محمدا صلى الله عليه وسلم عنا معرضا ولا موليا. واجعله لنا شافعا مشفعا، واجعله لنا شافعا مشفعا، واجعله لنا شافعا مشفعا، وأوردنا حوضه، وأوردنا حوضه، وأوردنا حوضه، واسقنا بكأسه مشربا هنيا سائغا رويا لا نظمأ بعده أبدا. يا رب العالمين، لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحانك ربنا، سبحانك ربنا، ما عبدناك حق عبادتك، ولا شكرناك حق شكرك، ولا قدرناك حق قدرك. أطعناك فشكرتنا، وعصيناك فسترتنا وأمهلتنا، وإن رجعنا إليك قبلتنا. أطعناك بإذنك والمنة لك، وعصيناك بعلمك والحجة لك، وما عصينا إذ عصيناك، ونحن بعذابك جاحدون، ولا بعقابك مستخفون، ولكن سولت لنا أنفسنا، وغرنا سترك المرخى علينا، وغرنا سترك المرخى علينا، وغرنا سترك المرخى علينا. أنت رجاؤنا، أنت ملاذنا، أنت عياذنا، أنت إلهنا. يا إلهنا، يا فرجنا، يا فرجنا، يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب.
اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، يا عظيم العفو يا عظيم العفو يا عظيم العفو، يا واسع المغفرة يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا كريم الصفح، يا عظيم المن، يا ربنا يا ربنا يا سيدنا يا مولانا يا مولانا يا خالقنا يا مالكنا، نسألك يا الله نسألك يا الله نسألك يا الله أن تعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وقرابتنا من النار، يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم كما جمعتنا في مسجد حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، فاجمعنا في الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم اجمعنا في الجنة، اللهم اجمعنا في الجنة بحبيبنا محمد وآل حبيبنا محمد وأصحاب حبيبنا محمد وأتباع حبيبنا محمد، بمنك وكرمك وجودك وإحسانك ورحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وبك آمنا وبك آمنا، وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وتلم بها شعثنا وترد بها ألفتنا وتصلح بها أعمالنا وتزكي بها نفوسنا وتحفظ بها غائبنا وترفع بها شائدنا وتعصمنا بها من مضلات الفتن وننال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. يا رب العالمين، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عقيما إلا وهبته ورزقته، ولا شابا إلا هديته وأعطيته ورزقته ووفقته، ولا فتاة إلا حفظتها وأسعدتها ورزقتها ووفقتها يا رب العالمين. اللهم ولا عدوا للإسلام إلا خذلته، ولا عدوا للكتاب والسنة إلا قصمته، يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحينا إذا علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الغنى والفقر، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. زيننا بزينة الإيمان، اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم إنا نسألك إيمانا نهتدي به، نوراً نقتدي به، وحلالاً طيباً نكتفي به. اللهم هب لنا صحةً لا تلهينا، وغنىً لا يطغينا، وأغننا بفضلك يا ربنا عمن أغنيت عنا. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك، وحب عمل العمل الذي يقربنا إلى حبك، وحب من ينفعنا حبه عندك. اللهم ما رزقتنا مما نحب فاجعله قوةً لنا فيما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغًا لنا فيما تحب.
اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلنا وأزواجنا وذرياتنا وأموالنا ومن الماء البارد يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والفوز بالجنة والفوز بالجنة والنجاة من النار يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك نعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلنا أنت الحي الذي لا يموت والإنس والجن يموتون. اللهم إنا نعوذ بك من شر ألسنتنا وشر أسماعنا وشر أبصارنا وشر قلوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه وغفرت له آثامه وأصلحت قلبه فاستعد لما أمامه. اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك والعتق من نيرانك. اللهم اللهم إنا تولينا صيام شهرنا وقيامه على تقصير منا وإساءة. اللهم إن كان في سابق علمك أن تجمعنا في مثله فبارك لنا فيه وإن قضيت بقطع آجالنا وما يحول بيننا وبينه فأحسن الخلافة على باقينا وأوسع الرحمة على ماضينا وعمنا جميعا بعفوك وغفرانك واجعل الموعد بحبوحة جنتك ورضوانك يا رب العالمين. اللهم اجعل شهرنا شاهدا لنا يوم يقوم الأشهاد اللهم اجعله شاهدا لنا بأداء فرضك ولا تجعلنا ممن تعب واجتهد ولم يرضك. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن في صحة وعافية وحياة سعيدة يا رب العالمين. اللهم يا عظيم الرحمات اللهم يا عظيم الرحمات يا عظيم الصلات يا جزيل الهبات اللهم اغفر للآباء والأمهات اللهم اغفر للآباء والأمهات اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم إنهم أعطونا فأعطهم اللهم إنهم تجاوزوا عنا فتجاوز عنهم اللهم إنهم قد غفروا لنا فاغفر لهم اللهم عافي أبدانهم اللهم عافي أبدانهم وارفع ضراهم واشف أسقامهم واستجب دعاءهم وحقق لهم مناهم وبارك لهم في حياتهم وبارك لهم في حياتهم وبارك لهم في حياتهم واختم لهم بالصالحات من أعمالهم يا رب العالمين. اللهم اغفر للأموات من الآباء والأمهات يا رب العالمين. اللهم اجعل قبورهم نورا اللهم املأها عليهم سرورا يا رب العالمين. اللهم من كان منهم مسرورا فزده سرورا وحبورا ومن كان منهم معذبا ملهوفا فبدل حزنه فرحا وسرورا يا رب العالمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس يا رب العالمين. يا واهب النعم يا واهب النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلم. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فك سحر المسحورين وارفع الضر عن المتضررين وارفع البلاء عن المصابين يا رب العالمين. نعوذ بك من النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. اللهم إنا نسألك بعظمتك وعزتك وقدرتك يا رب العالمين. اللهم أبطل سحر السحرة يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم أبطل سحر السحرة ومكر المكرة يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم يا إله الأولين والآخرين
يا إله الأولين والآخرين، يا ناصر المظلومين، يا قاهر الجبارين، يا قاسم الظالمين. طال ليل الظالمين وطال البلاء على إخواننا المسلمين. اللهم كن لإخواننا المسلمين المستضعفين ناصرا ومعينا ومؤيدا وظهيرا يا رب العالمين. اللهم إنهم حفاة فاحملهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم إنهم جياع فأشبعهم يا رب العالمين. بدل خوفهم أمنا وشتاتهم سكنا يا رب العالمين. اللهم أدم على بلادنا المملكة العربية السعودية أمنها ورخاءها وعزها واستقرارها، ووفق قادتها لما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم احفظ بلاد الحرمين الشريفين وبلاد المسلمين من كيد الكائدين وحسد الحاسدين وحقد الحاقدين وعدوان المعتدين يا رب العالمين. اللهم احفظ علينا أمننا وعقيدتنا وديننا ووحدتنا وجماعتنا وألفتنا وولاة أمورنا وقادتنا وعلماءنا وقضاتنا ورجال الحسبة فينا ورجال أمننا يا رب العالمين، والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، والعاملين في خدمة الحجاج والزوار والمعتمرين، والعاملين في خدمة الحرمين الشريفين. اللهم احفظهم واقبل منهم يا رب العالمين. اللهم اقبل منهم يا رب العالمين. اللهم اقبل جهدهم يا كريم يا عظيم يا رب العالمين. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين عبدك سلمان بن عبد العزيز، اللهم احفظه بحفظك. اللهم وفقه لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم احفظه بحفظك واكلأه برعايتك وعنايتك، ومتعه بالصحة والعافية يا رب العالمين. اللهم وفقه وولي عهده وأبناء وأولاده ووزراءه وأعوانه لما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين يا رب العالمين. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين لتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم احفظ حدودنا وانصر جنودنا. اللهم قوي عزائمهم واربط على قلوبهم وانصرهم على القوم الظالمين. اللهم تقبل موتاهم في الشهداء وداوي جرحاهم يا سميع الدعاء، واحفظ أولادهم واحفظ زوجاتهم وذرياتهم، وردهم إلى أهلهم سالمين غانمين يا رب العالمين. اللهم طهر المسجد الأقصى من رجس يهود. اللهم طهر المسجد الأقصى من رجس يهود. اللهم عليك باليهود الغاصبين والصهاينة الغادرين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويعادون أولياءك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك. اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين يا رب العالمين. اللهم اختم لنا بالرضوان، اللهم اختم لنا بالرضوان، اللهم اختم لنا بالرضوان. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد على الختام، اللهم لك الحمد على الختام، ولك الحمد على التمام. اللهم اجعل ختمتنا هذه ختمةً مباركة على من حضرها، على من حضرها، وعلى من سمعها، وعلى من أمن على دعائها. اللهم أنزل من بركاتها على أهل الدور في دورهم، وعلى أهل الثغور في ثغورهم، وعلى أهل القبور في قبورهم، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على النبي المصطفى المختار وآله الأطهار وصحابته الأبرار وعلى المهاجرين والأنصار، وارض عنا معهم بمنك وكرمك وجودك وإحسانك يا عزيز يا غفار. الله أكبر، الله أكبر. صلى الله
سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.